جابرييل كريتيان فرنسي مسيحي يعمل في المجال التربوي يحرص على التطوع في خيمة رمضان التي تشرف عليها جمعية الشوربة للجميع سنويا. هذه الجمعية تقدم يوميا وطوال شهر رمضان نحو 1200 وجبة مجانية، وذلك للصائمين المسلمين والمحتاجين من جميع الأديان. هذه الجمعية ليس لها علاقة بالسياسة، وهي تقدم وجباتها المجانية طوال شهر رمضان للمحتاجين، ونقوم بتوصيل الفطور المجاني للبيوت أيضا دون أن ننظر إلى دينهم. جابرييل يلاقي احتراما من الجاليات الإسلامية في باريس ومن العاملين في هذا المشروع الخيري، كونه ليس مسلما ويقوم في خدمة الصائمين سنويا، ويعمل على جلب تمويل من بعض الشركات الفرنسية من أجل ديمومة هذا العمل الخيري. جابرييل متطوع ومتحمس ويعمل معنا منذ البداية، وهو مسيحي ويقوم بعمل إنساني من خلال إفطار الصائمين طوال شهر رمضان. جمعية شوربة للجميع الفرنسية تتهيأ للاحتفال بمرور 19 عاما على تقديم عملها الخيري، والتي أصبح كثير من الفرنسيين وغيرهم يرغبون في الانضمام إليها لأنها تمثل لهم قمة السعادة، وترحب بانضمامهم إليها. نحن جمعية إن شوربة بور توس، وإن شوربة بور توس باللغة الفرنسية تعني شوربة لأي واحد، ولأي واحد يعني لنا المسلمين، أن الناس تكون مسلمة أو مسيحية أو يهودية أو غير مؤمنة في الإسلام، لما تكون مسألة جوع أو مسألة إنسانية بسيطة لا نفرق بين أحد، إذن هي شربة لأي أحد. أعمال جابرييل لا تقتصر على أطعام المحتاجين في شهر رمضان فقط، بل وكذلك على مساعدة المحتاجين للسكن وتوفير فرص عمل تتماشى مع مؤهلاتهم وأعمارهم، وتنظيم لقاءات أسبوعية لبعض الفرنسيين الذين يعانون من الوحدة. سعد المسعود، العربية، باريس.